والبداية مع استقبال أمين عام مجلس النواب المستشار محمود فوزي نواب شباب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بعد وصولهم لمقر البرلمان لاستخراج كرنيهات العضوية، كما سيتم تسليمهم حقائب البرلمان. على كل حال، المزيد مع مراسل إكسترا نيوز محمد بهاء. محمد، برحب بك مرة أخرى في ساعة جديدة من الآن، التفاصيل الجديدة لديك، تفضل. نعم نانسي، كل التحية ليكي من مجلس النواب في هذه المتابعة، حيث يستمر مجلس النواب في استقبال الأعضاء المنتخبين بنظامي الفردي والقائمة للفصل التشريعي الثاني على مدار أيام عدة، وفق إجراءات تنظيمية واحترازية أقرتها الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي، حيث أعدت الأمانة العامة خطة تنظيمية لاستقبال النواب على مدار عدة أيام نظرا للإجراءات الاحترازية وبالطبع نظرا للسلامة الصحية. اليوم المجلس بيستقبل أعضاء أو نواب تنسيقية شباب الأحزاب البالغ عددهم 28 نائب، تم استلامهم لبطاقات العضوية وأيضا الحقائب البرلمانية، وسبق ذلك حفل استقبال من الأمين العام للأعضاء النواب من تنسيقية شباب الأحزاب. النائب محمود بدر عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب هو ضيفنا الكريم في هذه المتابعة، يطلعنا على تفاصيل أكثر حول هذا اليوم. كل التحية لحضرتك سيادة النائب على شاشة إكسترا نيوز. أهلا وسهلا يا فندم، أهلا بحضرتك. يعني في البداية، كيف تابعت الإجراءات التنظيمية والاحترازية التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي من استلام للبطاقات العضوية والحقائب البرلمانية والاستقبال بشكل عام؟ طبعا احنا بنتقدم بخالص التحية للأمانة العامة والمستشار محمود فوزي، لأنه تحدي كبير انك تقابل هذا العدد من النواب في غضون وقت قليل جدا، يعني تقريبا 5 أو 6 أيام معدين لاستقبال اكتر من 600 او ما يقارب ال 500 نائب. نجحت الأمانة العامة النهاردة من اللي احنا شفناه في الإجراءات الاحترازية، في كافة الإجراءات، في الاستقبال الرائع للسادة النواب، سرعة إنهاء إجراءات تسليم الكارنيه. يعني احنا الدورة البرلمانية اللي فاتت كان في ورق بنقعد نملاه، وكانت العملية بتستغرق وقت أكتر من كده. احنا فعلا نجحنا، الأمانة العامة خلتنا ملينا هذا الورق إلكترونيا، النهاردة جينا لقينا كارنيهاتنا جاهزة، الشنط جاهزة، فأنهينا الإجراءات بسرعة شديدة جدا. نتوجه بالشكر للأمانة العامة، وده المستوى اللي احنا بنعهده دائما. يعني لو نتحدث فندم عن تطلعات تنسيقية شباب الأحزاب في الفصل التشريعي الثاني من هذه الدورة لمجلس النواب. طيب خليني بس أقول إنه أنا كان عندي تجربة سابقة خلال الدورة اللي فاتت، وكنت نائب مستقل، هذه المرة مستقل تبع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. فكرة وجود 28 كادر شبابي داخل المجلس أعتقد إنها فكرة رائعة جدا. بنتكلم عن إنه هذه المجموعة من الشباب تم تدريبهم على أعلى مستوى عشان خاطر يكونوا موجودين في هذا المكان، لديهم الوعي، الثقافة الوطنية الحقيقية اللي تؤهلهم إنهم يكونوا موجودين في هذا المكان. إحنا بنتطلع انه ننقل تجربة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين داخل قاعات البرلمان. هذه التجربة اللي كانت بتعتمد بشكل اساسي على فكرة الاختلاف والتنوع، حضرتك بتتكلم عن 28 نائب النهاردة من التنسيقية، 28 نائب ينتمون لاحزاب مختلفة، ينتمون لتيارات ثقافية وفكرية مختلفة، بعضهم مستقلين، كل هؤلاء تعلموا كيفية الاختلاف، يختلفوا في بعض التفاصيل السياسية لكنهم بيتفقوا على مصلحة هذا الوطن، وبالتالي نحن نهدف في البداية الى نقل هذا التنوع وهذا الاختلاف وفكرة المحافظة على التنوع والاختلاف داخل مجلس النواب. فده جزء من أهدافنا. هدفنا الثاني هو فكرة دعم وتمكين الشباب، دعم وتمكين المرأة عبر تشريعات مختلفة نقدر نقوم بيها، لأن ده أحد أولوياتنا داخل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أحد أهم أهدافنا برضو مواجهة التمييز في المجتمع بكافة أشكاله، سواء كان تمييز ضد المرأة، تمييز ضد المختلف معك في الديانة، أي شكل من أشكال التمييز التنسيقية تحاربه وستحاربه بكل التشريعات الممكنة خلال الفترة اللي جاية. كمان لدينا أجندة رقابية حقيقية، هذه الأجندة تعتمد على متابعة ومراقبة السياسة العامة للدولة والخطة التنموية التي تعتمدها الدولة خلال الفترة اللي جاية، عشان نقدر نقلل بقدر الإمكان الأخطاء، نقدر نقلل بقدر الإمكان الشكاوي اللي بتنشأ من المواطنين نتيجة هذه المشروع. المواطن طبعا كما ذكرت بينتظر الكثير من المجلس الجديد، لكن خليني اتحدث مع حضرتك في ضوء رؤيتك، وحضرتك كنت عضو في الفصل التشريعي الاول، ما هي ابرز مشروعات القوانين والتشريعات اللي من المنتظر ان تكون على اجنده المجلس الجديد يا فندم؟ خلينا بس انا عايز اوصل رساله مهمه جدا للمواطنين، باعتبار انه كان ليا تجربه سابقه في المجلس. يعني احيانا بعض المواطنين وبعض الناس بنلاقي كلام مكتوب على السوشيال ميديا، فكره نقد او انتقاد النواب وانه
قال دائما النواب موافقون دائما موافقون دائما. الحقيقة ان اللي بيتتبع آلية العمل داخل مجلس النواب لازم يعرف ليه اما بيجي مشروع القانون النهائي بصورته النهائية قدام الناس فبيلاقوا ان الاغلبية موافقة، لانه مشروع القانون لا يدخل الى القاعة مباشرة ويتقال لنا هذا هو مشروع القانون وعليكم الموافقة. الحقيقة مش كده، مشروع القانون من ساعة لما بيجي بيمر بمجموعة مراحل اهمها انه بيدخل اللجنة التابعة ليه، يعني لو بنناقش مثلا مشروع قانون يخص الإعلام فبيتجه إلى لجنة الثقافة والإعلام، هذه اللجنة بتبدأ تحط مشروع القانون المقدم من الحكومة في مقابله مجموعات مشاريع قوانين مقدمة من النواب، وبيبدأ عمل عملية زي مقارنة كده ما بين هذه المواد، ويتم اختيار المواد الأفضل، وبالتالي يعود مرة أخرى إلى الجلسة العامة، فأثناء الجلسة العامة بيتم مناقشة هذه المواد مادة مادة، ثم بعد ذلك التصويت النهائي على مشروع القانون، فبالتالي بيكون مشروع القانون خد أولوياته، خد دوره، خد تدخلات النواب فيه، خد ما يراه النواب في صالح المواطنين والتوافق ما بين الحكومة والنواب، وعشان كده بنلاقيه داخل القاعة بنلاقي فكرة الموافقة أو غيره. فبالتالي يعني مش زي ما الصوره واصله للناس انه اي حاجه بتيجي المجلس بيوافق عليها، كل مشروع قانون كل حاجه بتدخل المجلس بيتم التدخل فيها من النواب لصالح المواطنين. ده خليني اسال حضرتك عن التعدديه الحزبيه في المجلس الجديد، كيف رايتها وهي ونظرا لا سيما وهي تختلف عن اي تعدديه حزبيه في اي مجالس اخرى من النواب؟ شوف، الاتجاه العام اللي ماشي دلوقتي في الدولة المصرية هو فكرة التوافق من كل الأحزاب، يعني نحن انتقلنا من مرحلة الحزب الواحد المحتكر الحاكم المسيطر المهيمن على كل شيء زي ما كان موجود قبل كده إلى مرحلة التعددية الحزبية. التعددية الحزبية موجودة سواء في تشكيل القائمة الوطنية من البداية، يعني عندنا 284 نائب في القائمة الوطنية تقريبا أكتر، يعني ما يقارب من نص عدد المجلس، 284 نائب دول ممثلين لأكتر من حزب وأكتر من طيار، وبالتالي لم يعد هناك الحزب الوحيد المحتكر لكل الامور، لا بقى في تعدديه حزبيه في كل الاحزاب بتيجي بتقول رايها بتتفق بتختلف، حتى لو بصينا على الشكل التنوع هنلاقي احزاب يمينيه، احزاب يساريه، احزاب بتتخذ مواقف ربما ضد كتير من السياسات اللي موجوده ومع ذلك كانت في القائمه الوطنيه وممثله داخل البرلمان، فبالتالي انا شايف ان في تنوع كبير جدا، هذا التنوع سيسري الحياه البرلمانيه المصريه، هذا التنوع اللي كان مطلوب، وزي ما بنقول زي ما بدأنا نطور في البنية التحتية للدولة المصرية احنا بدأ حصل عملية تطوير كبير جدا في البنية البنية السياسية للدولة المصرية والبنية التشريعية للدولة المصرية، واعتقد ان هذا التنوع سينعكس بشكل ايجابي على مصالح المواطنين. المرأة والشباب يا فندم كان ليهم دور بارز في مجلس نواب 2015، كيف رأيت ذلك وكيف ترى دور المرأة والشباب في المجلس الجديد؟ هو أكبر دليل على الدور الذي قام به الشباب والمرأة في البرلمان اللي فات تحديدا الشباب أنه تقريبا الغالبية العظمى من الشباب اللي كانوا ممثلين في البرلمان الماضي موجودين في هذا البرلمان، وده لأنهم نجحوا أنهم يؤدوا بطريقة أعتقد خلت الدوائر بتاعتهم وخلت الأهالي بتاعتهم والناس اللي موجودين في أماكنهم يقولوا يشوفوا تجربة مختلفة. نائب الشاب لديه القدرة على الحركة، سواء في خدمة مصالح المواطنين أو في الدور الرقابي أو في الدور التشريعي، يعني في خلال الخمس سنين اللي فاتت الحمد لله استخدمنا كل آلياتنا الرقابية، استخدمنا كل يعني كل ما يمكن استخدامه من أجل خدمة المواطنين في الدائرة، وبالتالي كان انعكاسه إيجابي جدا على المواطنين. طيب المرة دي بنتكلم عن مجموعة من الشباب زي شباب تنسيقية شباب الأحزاب، وما شباب وفيهم مرأة طبعا وشباب في نفس الوقت، هذه المجموعة 28 نائب أعتقد أن هم قادرين على إيصال صورة أن شباب هذا الوطن قادرون على تحمل الأعباء في المستقبل، قادرون على حماية هذا الوطن، قادرون على الوقوف بجانب هذا الوطن، سواء ونقدر نقول أنهم نجحوا كمان في نقل تجربتهم من تجربة الثورة والميدان والشارع إلى تجربة البرلمان وبناء الدولة المصرية المستقلة والمساعدة في بناء الدولة المصرية والمساعدة في البناء التشريعي للدولة المصرية. مشروعات قومية بتعملها الدولة في مختلف القطاعات والمناحي، كيف ترى هذه المشروعات القومية وكيف ترى دور النائب في دعم الدولة في ظل هذه المشروعات القومية؟ شوف، من ضمن ما اتفقنا عليه داخل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على رغم خلافاتنا السياسية والثقافية هو فكرة دعم الدولة المصرية في مجموعة أشياء، أهم هذه الأشياء رقم واحد دعم الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب، ده شيء مهم جدا، نحن نقف مع قواتنا المسلحة والشرطة المصرية والدولة المصرية في مواجهة الإرهابيين والإرهاب، ولما بقول مواجهة
الإرهابيين والإرهاب، لأنه الإرهابيين لا يواجهوا إلا بقوة الدولة المصرية بالسلاح، يواجهوا بالشرطة، يواجهوا بالقوات المسلحة المصرية. أما مواجهة الإرهاب بشكل عام فأعتقد أنه هو محتاج مجموعة تشريعات. مواجهة الإرهاب محتاج تطوير في البنية التعليمية، تطوير في البنية الاجتماعية للدولة المصرية. فبالتالي نحن سندعم الدولة المصرية في هذا وسنقف بجانب الدولة المصرية في هذا. أما المشروعات القومية فأعتقد أنه لا يوجد مكان في مصر الآن لا يوجد به مشروع قومي أو لا يوجد به تطوير في شكل معين، سواء تطوير على مستوى الطرق، سواء تطوير حتى على مستوى بنية المصانع وغيره، وده اللي احنا بنأمل انها تتوسع بشكل كبير جدا. يعني انا بحلم بمنطقة صناعية عندي في البلد، وده كان قرار متخذه رئيس الوزراء ابراهيم محلب من قبل. هنشتغل على تفعيل هذا القرار لعمل منطقة صناعية ما بين شبين القناطر وما بين الخنكة، لانه احنا محتاجين هذه المصانع لانها بتقضي على البطالة، بتحرك الاقتصاد بشكل او باخر. فبالتالي احنا ده جزء من اجندتنا اللي احنا ناويين نشتغل عليها ان شاء الله. بنتكلم عن دور رقابي حقيقي لكل المشروعات اللي بتتم. فبالتالي نحن ندعم المشروعات التي تقوم بها الدولة المصرية في كافة المحاور وكافة الاتجاهات. سندعم الدولة المصرية في حفاظها على أمنها القومي في كل المحاور وفي كل الاتجاهات. نحن نقف بجوار الدولة المصرية. فمجموعة الشباب دي قد تختلف في بعض التفاصيل، يعني نختلف مثلا هل الأفضل هو نظام الضريبة الموحدة أم الأفضل هو نظام الضريبة التصاعدية. إذا سألت هذا السؤال ل 28 نائب ممكن تلاقي إجابات متباينة، لكن هل سيختلف نائب واحد على ضرورة دعم الدولة في مواجهة الإرهاب؟ مش هتلاقي ولا نائب مختلف على هذا الموضوع. كلنا نقف مع الدولة المصرية في هذا الموضوع. أثناء استلام حضراتكم بطاقات العضوية والحقائب البرلمانية، هناك استمارة بيدلي بها النائب عن رغبته الأولى والثانية في الانضمام للجان النوعية. حضرتك في الدورات الانعقاد السابقة والفصل التشريعي الأول كنت عضو في لجان الإسكان والتعليم، هل تغيرت هذه الرغبات في الانضمام للجان أم لا؟ وخليني أعرف برضو لو تغيرت لماذا؟ طيب خلينا نقول لماذا اخترت في المرة السابقة أول دورين انعقاد لجنة الإسكان ثم تغيرت لجنة التعليم. في أول دورين انعقاد كان لدي أزمة كبيرة جدا في مشاريع الصرف الصحي الموجودة في قرى ومركز شبين القناطر، الدائرة اللي أنا بمثلها. فكنت مضطر أنه أدخل لجنة الإسكان وأحط أجندة كبيرة جدا لخدمات قرى الصرف الصحي عندي في الدائرة. وبناء عليه بعد مرور عامين لما استطعنا أن احنا ننهي جزء كبير من هذه المشكلة، كان عندي موضوع آخر وهو موضوع مناهج التعليمية الخاصة بحضانات الأطفال، لأن وجدت بعض المناهج الغير ملائمة لتدريسها الأطفال. كان طلب إحاطة شهير وبناء عليه انتقلت للجنة التعليم. طيب هذه المرة أنا أنوي إن شاء الله بأمر الله لدي رغبتين أساسية واحتياطية. الأولى ستكون لجنة الشؤون العربية، لأني أريد دعم الدولة المصرية في هذا الملف، ملف قيادة وريادة الأمة العربية، ملف الدفاع عن الأمن القومي العربي والأمن القومي المصري. فبالتالي ستكون هناك هذه أحد الرغبات. ثم الرغبة الثانية ستكون لجنة الاقتراحات والشكاوي، لأن لجنة المقترحات والشكاوي بتساعد على التواصل مع المواطنين، بتجيب لك أفكار من الناس تقدر تصغها في مشروعات قوانين أو غيره أو اقتراحات برغبة لصالح المواطنين. كمان بتحط عينك على كتير من الأشياء اللي تحتاج إلى تدخل رقابي من البرلمان. فعشان كده هيكون أحد اللجنتين دول إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا على كل التفاصيل سيادة. شكرا لحضرتك. نانسي، ده كان لقاءنا مع محمود بدر عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أحد النواب الذين استلموا بطاقات العضوية والحقيبة البرلمانية من الأمانة العامة لمجلس النواب، اللي بتستمر في استقبال النواب بنظامية الفردي والقائمة. بنتحدث على مدار الأسبوع الماضي كان هناك استقبال لنواب نظام القائمة، وبدءا من اليوم تم استقبال نواب تنسيقية شباب الأحزاب، ومن بدءا من الغد الأحد وعلى مدار الاثنين والثلاثاء بيتم استقبال نواب النظام الفردي. ربما هذا هو المشهد، وأعود إليك مرة أخرى بالكلمة. أنا بشكرك شكرا جزيلا محمد بهاء مراسل إكسترا نيوز، كنت معنا من داخل البرلمان. شكرا جزيلا لك محمد.